احنا اليوم عم نحكي عن موضوع هو ركيزة بحياتنا، ركيزة بنجاحنا. اليوم حتى نقدر نتعلم هاي المهارات صح، أكيد حيكون تأثيرها جدا إيجابي على نجاحنا، على عملنا، على مجتمعنا، وحتى على علاقاتنا. صحيح رشا، بيقولوا إذا أردتي أنه أنت يكون عندك علاقات ناجحة ومتينة أو مثمرة، هاي العلاقات سواء بالعمل، بالحياة، بأي شيء، لازم يكون عندك تواصل فعال. طبعا التواصل الفعال له كتير أسس وأيضا آليات رح نتعرف عليها اليوم، ونشوف إمتى نحن بنكون قادرين لنخلق هاي البيئة بحياتنا. كل هاي الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عليها ضيفنا مدرب التنمية البشرية الأستاذ وجيه البني. صباح الخير ويسعد أوقاتك أستاذ. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن موضوع مثل ما قلنا بالمقدمة هو ركيزة بحياتنا، عم نستخدمه كل يعني يوميا بعملنا، بمجتمعنا، بمحيطنا بشكل عام. ولكن إذا بدنا بموضوع التنمية البشرية نعرف بمهارات التواصل بشكل علمي. تمام. طيب التواصل هو أحد مهارات الموارد البشرية، وبما أنه نحن الإنسان كائن اجتماعي بحد ذاته، فهو ما بيقدر يعيش منعزل، فهو بحاجة لهذه المهارة أنه يتعامل مع أنماط مختلفة من البشر. نعم. نحن مثل ما قلتي حضرتك بنقضي 70% من يومنا بتواصل، من أول ما بنفيق من النوم لحتى وقت النوم، حتى وقت نقرأ كتاب نحن عم نتواصل مع الكاتب، فنحن على شكل تواصل بشكل دائم. فالتواصل هو عملياً هو عملية رح نقول تفاعلية بين طرفين. هدف الأساسي هو نقل فكرة، معلومة، مشاعر تجاه الطرف الآخر، والطرف الآخر بدي أنا أفهم حقيقة المعلومة اللي قال لي إياها ومشاعره واحتياجاته، فهي عملية تبادلية. ما بنقدر نفهم بعض إذا ما كان عندنا هاي المهارة الأساسية. طيب أستاذ وجيه، حكيت نقطة كتير مهمة. دائما لما بنحكي على التواصل بنقول لحتى أفهم الثاني أو الثاني يفهمني، ويمكن أوقات كتير ونحن عم نحكي مع أي شخص وبنقول عدت له القصة 100 مرة وكأنه ما فهمني أو ما فهم علي شو بدي، والله أنا كتير واضحة. هذا الشيء بخلينا نسأل شو هي الميزات أو المهارات اللي لازم يمتلكها الشخص ليكون تواصله مؤثر بالآخر وفعال، يعني مو مجرد أنه أنا عم أقول فكرة والآخر ما عم يتلقاها. ورح أبدأ من الفكرة اللي حضرتك قلتيها لأنه كتير مهمة. نحن دائماً منعيد الفكرة أكثر من مرة لنفس الشخص بنفس الطريقة وبنقول هذا الشخص ما فهمني، ولا مرة فكرت أني أنا بدل بالأسلوب تبعيتي. صحيح. فأول شيء المهارة لازم أمتلكها أني أنا أعرف أنماط الأشخاص اللي عم بتعامل معها. فنحن لازم نعرف انه في انماط للاشخاص. هي الانماط، في انماط هي بشريه لها علاقه بالطريقه اللي بيستقبل فيها الاشخاص. عندنا اشخاص بتستقبل المعلومات عن طريقه بصريه، في اشخاص عن طريقه سمعيه، حسيه، منطقيه. بالمقابل كمان الاشخاص مختلفين بعاداتهم، بثقافاتهم، باعمارهم، بانتماءاتهم. في هذا كمان اليوم بيخليني انه هذا الشخص هو تبرمج على هذه الطريقه، فهو بيفهم بهذا الاسلوب. معناته هي اهم مهاره هي مهاره المرونه، القدره على التكيف مع اكثر من نمط، القدرة على تغيير من أساليب اللي أنا بعمل منها. نحن دائماً بنقولها يمكن التواصل بين مدير لفريق عمل، من أنسة لطلابة. في حال أنا اليوم هذا الشخص ما فهم علي، ما تحاول تعيد بنفس الطريقة، حاول تفهم الشخص بحيث أني أنا بدل من أسلوب تبعيتي. فواحدة من القصص اللي لازم تكون عندي هي هذه المهارة، هي مهارة التكيف. المهارة الثانية العكسة اللي أنا بدي استقبل المعلومة، لازم يكون عندي الانصات. شو الفرق بين السمع والانصات؟ الانصات هي حقيقه انا اسمع المعلومه وافهمها تماما. فكمان انا لازم يكون عندي مهاره الانصات لافهم المقابل الشخص الثاني شو عم بيقول لي لحتى اقدر انا يكون اعطيه المعلومه الصحيحه. فهدول المهارتين اساسيات بالتواصل حقيقه. طيب استاذ، كثير بتمرق بحياتنا ونشوف ناس مميزين باختصاص عملهم، عندهم بصمتهم الخاصه بالعمل، ولكن بالمقابل بتحس انه هن عندهم ما عندهم القدره لايصال المعلومات بشكل صح، او عندهم خجل، عندهم شيء دائما عم يطغى على هذا النجاح، شو بيكون السبب؟ هلا كمان الشيء اللي قلتيه حكيتك حضرتك قلتيه هو شيء كثير مهم. نحن دائما بنقول الانسان الناجح هو ما ضروري يكون اللي عنده العلامات العاليه بجامعه او الى اخره. تماما. هذا الشيء وين بدي اكسه؟ يعني انا وين بدي يكون عندي بصمتي بالنجاح؟ بالمجتمع. فلازم اعرف اوصل افكاري. كثير في اوقات شباب نحن بنكون عندهم حقيقه افكار حلوه بس هن ما بيقدروا يطرحوها، فهن اليوم حقيقه بيكونوا بيحبطوا اكثر لانه هن ما بيقدروا يحطوا هي البصمه. فنحن دائما بنعلم الاشخاص انه انت لتقدر توصل فكرتك لازم توصلها لانماط مختلفه من الاشخاص، لازم تعرضها بالطريقه الصحيحه. مشان هيك اليوم اي ريادي اعمال كبشريه او موظف او اي مهنه نحن بنشتغل فيها بندربه على شيء اسمه مهاره التواصل لحتى يقدر ينشر فكرته. الفكره اذا ضلت حبيسه الشخص ما رح يستفيد منها، هي لازم تطلع لهذا المجتمع. مشان هيك بنلاقي الاشخاص الناجحين هن الاشخاص اللي عندهم براعه اتصاليه عاليه. في دراسة بتقول الأشخاص الناجحين يمتلكون 85%
براعه اتصاليه، 15% هي عباره عن شهادات وخبرات. فتخيلي قديش النسبه كبيره حقيقه فرق لعلاقه بالتواصل. طيب استاذ وجيه، يعني كثير اوقات بنسمع انه مثل ما كنا عم نحكي هلا قبل شوي وشفنا تقرير عن الذكاء العاطفي، الاشخاص اللي بيمتلكوا قدره انه هن يعرفوا يتحكموا بنفسهم وشو عندهم مهارات بيكونوا ناجحين اكثر من غيرهم بالتواصل. وانت قلت بالبدايه لازم اعرف كل شخص شو الطريقه اللي بيقدر يستقبل فيها رسالتي لوجه له اياها، بصري سمعي مع الى ذلك. طيب اليوم اذا عندنا شخص بعمله مثلا وفي جروب، كيف بيقدر يتواصل مع اشخاص؟ في ناس كثير بيكونوا مبدعين بشغلهم بس خجولين ليحكوا، في ناس مثلا حاليا هلا عم نشوف كثير اللي عم يستخدموا السوشيال ميديا لحتى يظهروا فيها، كمان بخافوا احيانا وانا هذا الجمهور عم يتطلع علي من ورا الشاشه. 100% حقيقه كمان رح ابدا من النقطه اللي حضرتك قلتيها، قصه السوشيال ميديا والعالم الافتراضي واللي هي اثرت الاشخاص خجولين، صاروا خجولين اكثر. هن ظهروا بالعالم الافتراضي بس حقيقه انا بتوقع هي فقاعه، وبعدين رح يروحوا على العالم الواقعي رح يحسوا حالهم هسه تراجعوا خطوات اكثر من هيك. معناته انا لازم، لانه انا اي بيئه عمل هي بدي اتعامل فيها مع مجموعه من الاشخاص، العالم الافتراضي بخليني انا اوصل فكره بس اول ما تصير مناقشه بدي مهاره هذه التواصل. فنحن بنروح على بيئه العمل حقيقه، اذا عم بشتغل مع مجموعه من الاشخاص انا بدي اكون محضر رسالتي بحيث تناسب مجموعه من الاشخاص. يعني انا مو دائما لازم القيها بشكل نظري، لازم يكون انا منوع بالاساليب تبعيتي، انا في عندي شيء بصري مشاهد، في شيء عندي منطقي عم بتعامل مع اشخاص، معناته لازم يكون الموضوع الحسي، الطريقه اللي استخدم فيها نبره صوتي، الطريقه اللي بوصل فيها الكلام. نحن في كثير اوقات لغه جسد، نحن ما بننتبه على لغه جسد اصلا بالتواصل بين الاشخاص، التواصل البصري، قدر انا اتحكم بلغه جسدي، ايماءاتي وايش تبعيتي، قديش انا مهم يمكن ابتسامه صغيره ببدايه شغلي قديش بتريحني للنهار كلياته. حقيقة هي تفاصيل صغيرة ممكن الأشخاص هي تتعذب بالبداية، بس مهارة التواصل مثل أي مهارة بحاجة لتدريب. مدام أني أنا بلشت أتدرب عليها بتصير بالحد الأدنى عندي فيها مهارة باللاوعي. طيب كونك ذكرت التدريب، يعني اليوم حكينا خطوات نحن من خلال قادرين نعزز هي الصفة عنا، ولكن في أشخاص مثل ما قلنا أنه هنن ما عندهم هي الثقافة، بحاجة لتدريب، بحاجة لكورسات. اليوم بالتنمية البشرية، يعني وقت الحدا بيتبع كورس شو أهم الأساسات اللي ممكن تشتغلوا عليها خاصة إذا كان عنده خجل هذا الشخص؟ 100% نحن اليوم كل في عنا شيء بالعموم اللي بنعلمه على الأشخاص اللي هي التدريب على التواصل، فبنعلمه معوقات التواصل، التدريبات على التواصل، التحكم بلغة جسده، التحكم بنبرة صوته، طريقة طرح الأسئلة، طريقة الرد على الأسئلة، منعلمهم الانصات، كيف أنا أقدر أنصت، كيف أقدر أتعاطف، هي كلياتها بالتدريب بنعملها. هلا بضل في حالات خاصة مثل ما قلتي حضرتك إلى علاقة بخجل، إلى علاقة ببيئة معينة، هون بنحاول نشتغل مع الأشخاص بشكل فردي شوي وبيكون بدهم تدريب أكثر من هيك، وبنحطهم بالمستويات، بنبلش بالحد الأدنى. يعني شخص هو بالمجمل عنده خجل كثير كثير كبير، ما فيني هالدغري عرضه لقدام جمهور يحكي. نعم. ببلش مثلا حطه بفرق صغيره وشوي شوي نمي هالقصه عنده اياها. فالاشخاص اللي بتكون عندهم حاله خاصه بخجل بنحاول تكون السلم عنده اياها درجه اكثر من الاشخاص اللي هي منفتحين بس ناقصهم شوي تقنيات بالتواصل. طيب استاذ وجيه، اليوم في كثير اشخاص بخافوا يروحوا على هي الدورات، في ناس بتقول لك انه انا عم بسمع كثير، وصلنا للاسف حاليا كل يوم عم نسمع عن اسماء دورات ما بنعرف مين عم يعملها ولا كيف بتنعمل، واكتسب مهاره التواصل بثلاث ايام وصير اعلامي باسبوع وما الى ذلك. طيب اليوم خلينا نحكي عن الاسس اللي لازم تكون موجوده واللي ممكن الاشخاص يبلشوا يتدربوا عليها قبل ما يروحوا للمراكز المختصه فعليا لحتى ياخذوا خليني اقول باقي المهارات. رح ابدا من التسميه يلي هي التنميه البشريه، وانا يعني كتاب بقول تنميه بشريه، انا تنميه مهاره الموارد البشريه، لانه اصلا تنميه بشريه اصلا هو مصطلح لا يعتمد فقط على المهارات، مصطلح كثير اكبر من هيك. فنحن عم نحكي على مهاره الموارد البشريه، يعني الموارد البشريه كانسان شو المهارات اللي لازمته. فانا اليوم بدي اتبع دوره تدريبيه، ما ضروري دوره تدريبيه، ممكن يكون كتاب، ممكن اليوم يكون مثلا سلسله حلقات على اليوتيوب، ممكن يكون في اكثر من شغله حقيقه انا ممكن اشتغل عليها بهالقصه. الاسس الاساسيه الشخص اللي بده يحضر هذه الدوره او بده يقرا هذا الكتاب، معلش يعرف المعايير تبع هي الدورات، عدد الساعات، مين المدرب، شو المحاور. يعني دائما ما ناخذ العنوان الدوره هو الاساس، اطلع شو المحاور اللي بده يعطيني اياها، شو السي في تبع هذا المدرب اللي عم يعطيني اياها، شو السي في تبع هذا الكاتب اللي الف هذا الكتاب،
اعرف الاشخاص حقيقه، انا يكون عندي تحليل منطقي، هل انا ممكن اليوم انا اعلام يصير باسبوع؟ في اشخاص عبد الرزاق جامعه 4 سنين وبتعمل قصه بعدها القصه تماما وبدها قصه مهارات، لازم يكون انا عندي هذا التحليل المنطقي للقصص، لازم يكون عندي هي القصه. حقيقه اليوم مثل التدريب مثل اي شيء صار بالدنيا، كل شيء صار حقيقه اليوم خصوصا بالعالم الافتراضي بيسهلوا لك الامور، لازم يكون هذا التحليل عندي اياه المنطقي لاعرف انه انا ميز الصح عن الخطا. طيب استاذ خلينا نروح للايجابيات، واليوم اتقان هي المهاره حيكون لها ايجابيات جدا بحياتنا، بتسويق ذاتنا بمجال عملنا، قد ايه اليوم مهم المؤثرات الايجابيه بالموضوع التواصل؟ انا ببلش حقيقه من الشباب من الخريجين بالجامعه بقول لهم كل ما زادت عندك مهاره التواصل فزادت علاقاتك، كل ما زادت علاقاتك فرصك بالشغل، فرصك بالتدريب، فرصك حقيقة بتنمية المهارات بتكون عندك أعلى. بتروح على 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 على, على, على الشغل بتبلش مهارة التواصل يمكن من مقابلة العمل، قديش حقيقة اليوم بتسهل عليك أني أنا اليوم غير السي في اللي أنا مقدمه غير الخبرات خلتني خطوة كمان فوت لهي الشركة. أي شركة فيها فترة تدريب شهر أو شهرين أو ثلاثة، كل ما عندي مهارات تواصل عالية كل ما الفريق احتواني أكثر ضمن الشركة أكثر، بعدين راح اتعامل مع زبائن، يمكن اتعامل مع مدراء، كل ما كان عندي مهاره تواصل مع الشركات والزبائن حقيقه بيصير عندهم ما بيستغنوا عني بشكل سهوله، بالعكس بيصير انا عندي ترقيه وظيفيه. نعم. تنتقل هي المهاره حتى لحياتي الاجتماعيه كعائليه كاصدقاء، فهي اليوم القصه حقيقه اليوم اذا بترافقني فيها كثير بتسهل علي الامور، هي ما انا الاساس 100% بس هي واحده من الاساسات اللي انا لازم اشتغل عليها مهاره التواصل. طيب في كثير اشخاص كمان مثل ما قلت حضرتك يمكن بيختلفوا بطبيعتهم وهذا الشيء بينعكس على تواصلهم، قد ايه مهم الشخص اليوم اللي بيحب يكون عنده تواصل فعال بحياته انه هو فعلا يكون قادر يعرف نفسه بالاول؟ يعني اليوم في ناس بيصنفون انه هي اشخاص صعبه الميراث، في ناس بيقولوا سهل مرن دبلوماسي ما إلى ذلك، طيب هدول شو بتنصحهم؟ كيف يكون بداية تعاملهم حتى نوصل لتواصل فعال؟ حلو كتير، ونحن دائما بنقول بالمهارات التواصل أو بالذكاء العاطفي نبدأ باستبيانات الشخص ويعرف ذاته. مثل أي شيء بالدنيا إذا أنت ما عندك تشخيص للشيء اللي عندك إياه كيف بدي أقدر أعالجك فيه؟ بدي يكون صريح مع حالي إني أنا عندي هذه النقط. نحن بنحاول ببعض التدريبات إنه يكون عندنا استبيانات وتحليلات بحيث نأجي للشخص أنت اليوم بالشكل العلمي قديش عندك فجوة بالتواصل كرمال هو يقتنع يتدرب، لأنه أي شيء بالدنيا إذا أنا ما كان في عندي أساس علمي عليه ما رح أتدرب. فنحن بنحاول هدول الأشخاص بشكل علمي ومنطقي نأجي شو هاي الفجوة اللي عندك إياها وشو التدريبات اللي هي بتساعدك. بس مثل أي شيء بالدنيا إذا هو ما اعترف أنه أنا بحاجة لهذا التدريب هو اللي خسران أكثر فيها للقصص. مستحيل شخص يكون قائد أو مدير هو ما كان عنده هذه المهارة لأنه يتعامل مع مجموعة من الأشخاص بالشغل في اسمه التواصل الرسمي وغير الرسمي، تواصل أفقي عمودي، لازم حقيقة يكون عندي هاي المهارات فيها. بدي أعرف أتعامل مع أصغر موظف لمدير لصاحب شركة لزبون بنفس اللحظة أوقات أو بنفس الموقف بنفس القعدة ممكن يمر علي 3 أشخاص كل واحد بتعامل معه بطريقة شكل تمام، فلازم يكون عندي هذه المهارة. مستحيل أترقى وظيفياً ما يكون عندي مهارة التواصل. طيب أستاذ دائما في أخطاء ممكن الأشخاص يقعوا فيها حتى لو كانوا عاملين كورسات بموضوع التنمية البشرية والتواصل الفعال بالمجتمع، اليوم شو أهم الأخطاء اللي احنا مفروض نبتعد عنها أو الأخطاء الشائعة اللي عم بتصير ضمن هذا المجال؟ حلو، وهي حقيقة مهارة التواصل مهارة بشرية فمعناته كل يوم في شيء جديد وهي قابلة يكون عندها سلبيات كبيرة وقابلة عندها إيجابيات كبيرة. المهم أنا أول خطأ بعمله بنتبه إنه صار في سوء تواصل بيني وبين الشخص إني أنا أتعلم من الخطأ، يعني دائما إحنا بنقول نتعلم من خبراتنا ما نكرر الخطأ مرة ثانية، حتى لو أنا عامل دورات تدريبية ممكن نحط بمواقف جديدة أنا ما أخذتها بالتدريب، المهم إني أعرف إنه صار في مشكلة تواصل مع هذا الشخص، شو الشيء اللي بدي أعمله لحتى ما أستمر، فمعناته هي أول شغلة. الشغلة الثانية دائما لازم نتعلم مهارة إلى علاقة بطرح الأسئلة، بالرد على الأسئلة. الحقيقة مهارة العلاقة وهي بدها بشكل يومي وهي صعبة وما أنا سهلة إني أنا أفصل مشاكلي حقيقة الاجتماعية الاقتصادية كل شيء اللي عم بيصير معي بإنه أنا عم بتعامل مع هدول الأشخاص، يعني أنا اليوم شو ذنبه زميلي بالشغل إذا أنا عندي مشكلة ببيتي، وهي حقيقة صعبة وما أنا سهلة وبدها تدريب كتير. بس واحدة من القصص اللي أنا منعلمها للشباب وخصوصا كل ما يعني وظيفيا صار أرقى وأعلى
هو لازم يكون عنده مهارة اني انا افصل بين المشكلة اللي صايرة معي هلا وبين الشخص اللي الثاني. يعني يمكن اليوم مشكلة مع موظف وطلعت عن مهارة التواصل، اجى موظف ثاني، طب الثاني شو ذنبه بالقصة؟ او باخذ مشكلة معي على البيت 100% او بالعكس مثل ما قلتي بناخذ مشاكلنا مثل ما هي على البيت، شو ذنبهم عائلاتنا واولادنا والى اخره. واحدة من القصص اللي هي دائما بدي افكر فيها اني انا يكون عندي هي المهارة اني بهذه اللحظة بحاول وهي صعبة اني افصل عن الشيء الجديد اللي بده يصير معي. اكيد، يعني اليوم نصائح متعددة كانت مع حضرتك، نتمنى اكيد نكون قدرنا نوصل لبداية مهارات التواصل فعال. شكرا لك استاذ وجيه ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك ولحضورك، اهلا وسهلا بحضرتك، يومك حلو اكيد.